ولو ضايقتني تاني يوه، بقالي 3 ساعات قاعدة مستنياك، اتأخرت كده ليه؟ كنت في النيابة. تخيل ان شرور جابت سيرتي في التحقيق. يا لهوي، وبعدين؟ لا ما تقلقيش، انا عامل حسابي. خدي نصيبك اهو حبيبي. نفسي اعرف انت عملت ايه للراجل ده خليتيه مدهول كده. اللي عملته ما يتقالش، يتعمل وبس. طب وريني، ولو عجبني لك عندي بقى حتة مفاجأة ما حصلتش. مش انا هعمل لك اللي عمرك ما شفته ولا سمعت عنه، بس الاول تقولي على المفاجأة. كبرت يا توحة وبقيت تعرفي تسوي. تعلمت منك يا أستاذ. يلا يا قمر قولي بقى ايه المفاجأة. اقولك يا ستي، سرور خلاص بخ، وقبل ما تبخ انت معلمة عليها هي وبناتها، معلمة على قفاهم بالمطوة. يعني العقل والمنطق يقولوا ايه؟ يقولوا ان انت تبقي المعلمة بدلها. ايه؟ ايه رأيك بقى؟ رأيي في ايه؟ بقى انت عاوزني اروح لغاية عندهم وابقى المعلمة عليهم ويسيبوني كده والموضوع يعدي عادي؟ قليل لما قطعوني 100 حتة. لا، هيقبلوكي ورجليهم فوق رقبتهم، ما تقليش. ازاي؟ الله مغزيك يا شطان، تعالي جوه انا اقولك. يوه يلا، مفيش وقت. ازيك يا سرور؟ شفت يا فخري، شفت الكلاب عملوا فيا ايه؟ صدقيني انا اول ما عرفت اللي حصل جيت لك جري. حتة بيت زي الحرباية، حية ودخلت بيتي، أمنت لها وأكرمتها وعملتها زي بنتي وفضلتها على كل اللي عندي. اعتبرت إني ربيت قطة مغمضة، وأول ما كبرت بقت أسد متوحش، وأول ما جاعت كلتني. يا سرور، أنت عارفة كويس إن قارك ده الأصول ما تأمنيش في لأي حد. عندك حق يا فخري، على رأي مثل زمان قال اللي تبيع نفسها بالفلوس تبيع أي حد برضه بالفلوس. والكلب اللي اسمه حسام، أنا كنت عارفة إنه هيباني بس مش للدرجاتي. ده كل المراكز اللي وصلها دي بسببي أنا. أنا كنت بجيب له القواضي على صينية من فضة، وفضل يكبر ويكبر ويكبر والآخر قلشني. معلش يا حبيبي، ما تزعلش، بكرة تخرجي من هنا وتنتقمي منهم واحد واحد. اسمع يا فخري، خد اتصل بالنمرة دي، هيرد عليك واحد اسمه عصام باشا، احكي له كل اللي حصل وقوله لازم يشوف صرفة يخرجني من الزفت ده. ده مش من شلة العواجيز اياهم؟ ايوه يا فخري، قول له سرور بتقولك عايزة تخرج من هنا بسرعة. معقولة يا سرور؟ يعني بعد كل اللي حصل ده كله هو ما خدش خبر؟ انا اعرف ان الناس دي تعرف دبة النملة. يا فخري اعمل اللي بقولك عليه ونفذه عشان خاطر. حاضر يا حبيبتي، ما تزعليش نفسك، هتصل بيه وهرد عليك الزيارة الجاية. تسلم لي يا فخري، ما تحرمش منك أبدا. أنا مش عايز حاجة منك غير إني أشوفك طالع من هنا بالسلام. إن شاء الله يا فخري، اتصل أنت بس بعصام باشا وأنا قريب قوي هبقى وسطيكم، وساعتها هعرف كل واحد مقامه. نزلي إيدك يا بت، أنت مجنونة ولا إيه؟ بيقولوا ان انت شهدت مع قابلتك شرور، مش كده؟ طيب اسمعي بقى يا بت منك ليها، واسمع كمان يا طور منك له عشان ما عنديش وقت. نعم احسن بيه. من النهارده خلاص مفيش سرور، بح، غرطناها للوز. من هنا ورايح مفيش غير القبله الجديده، قبله توحه. واللي هتقوله توحه هيمشي على الكل ورجليك وفوق قفاكم. شهر 6 قرب وانا عندي محاضر كتير عايز اقفلها، فاهمين ولا اقول كمان؟ فاهمين يا باشا. وانت يا بنت تعدلي حكيم، انت خلاص نازلك معايا تكه. ولولا ان قابلتك الجديده قالت انها محتاجاكي انا كنت عملت معاك الصح. معلش يا حسام بيه، ما هو انت لو خدتها انا مش هلاقي حد يمسح ويسيق البيت. انت عارف بقى ازمه الشغالين اليومين دول. انا اعمل لك اللي انت عايزاه يا بلطوح، عايزان ادعك لك المواعين ادعك لك المواعين. بت، شكل كلامي مش عاجبك،
وشكلك كده هتحصلي قبلاتك. يلا يا بيت خشي جوه هاتيلي تش تحطي فيه مية وملح، وتعالي عشان تدعكيلي بيه رجلي. يا أبله هي هتسمع كلامك في كل اللي انت عاوزاه، بس يعني الباشا يمشي. انت مالك انت يا بت، يمشي ولا يقعد؟ ده بيت ويقعد فيه زي ما هو عايز. والنعمة انا ما قصدي، انا بس قصدي يعني. اخ اخرسي خالص ما اسمعش حسك. يلا بيت اتحركوا. يلا خشي جوه انت وهي. يلا يا اختي. هاتيلي طشت مية وملح احط فيه رجلي. انا ماشي يا توح، لو في اي حد ضايقك كلميني. تنور يا باشا. ما تقلقش يا حسام بيه، انا معاها. هتوحشيني. سلام. سلام. بتقعد الميه يا ست الكل، احلى ميه في الدنيا لست الهواني. هو يا بيت خش ندعي الحيوان اللي جوه دي تيجي تغسل لي رجلي. طب ما اغسلها لك انا يا ابله. بقول لك اسكتي لا تحصلي قبلتك. قوم. حاضر حاضر. اترزعي. خدي بشوشه على رجلي، وبشوشه على الجزمه، وبشوشه على القشطه. يلا. مش وش يا بنت لحسن بشرتي تتعور. يلا حطي رجلي في الميه، قربي التشت ده شويه. يلا اعملي بقى مساج الاول. اي رجلي بتوجعني بشويش. يلا صباع صباع. التكنيله في ايدك اللي عامله زي المرزبه. ايوه كده. باشا هو مين الراجل اللي احنا جايين له ده؟ ده راجل جديد كده، واحد معرفه قايل عليه. الراجل ده بقى هيعمل معانا احلى واجب، هيدينا كل البضاعه اللي احنا عايزينها بنص الثمن، وبعدين لما نبيع ونظبط بقى نديله بقيه فلوسه. الله الله الله، وعلى النعمه من نعمه ربي، لولا ان احنا يعني في منطقه شغلي دلوقتي كان زماني زغرط. معنى كده انه لو ادانا كميه زياده التوزيع هيزيد، ونسبتي انا كمان تزيد، وتشخلع بقى وتلعلع معايا. الله الله يا اشجان، انت بقيتي ماديه خلاص. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ربنا يديم العشم اللي بيننا يا باشا، بس يعني لا مؤاخذه طباخ السم بيدوق وانا نفسي ادوق بقى. ماشي يا ستي، هندوقك اللي انت عايزاه. ماشي، بس نخلص المصلحه دي كده ويحلها المولى عز وجل. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. أنا بيعجبني إيمانك يا باشا، تقي اللهم قوي إيمانك. المهم يا باشا دلوقتي قولي هتعرف الراجل ده إزاي؟ هو قال لي لابس بنطلون أسود عليه جاكيت شماه بني، وقدامه شنطة سامسونايت بني، راجل غامق من الآخر. أيوه هو الراجل اللي هناك اللي مدينا جنبه ده. ماشي. أنا هروح له أشجان. ماشي يا باشا. زي ما اتفقنا أبوس إيدك ما توديناش في 60 ده، لو شميتي ريحة الحكومة بس تديني الزمارة اللي إحنا متفقين عليها. عيب عليك يا باشا، اطمن أنت بس، انزل وروح تعالى لنا بألف سلامة. ربنا يستر. ربنا معاك، ترجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. خلاص يا أشجان ربنا يستر. دي فيها زيادة. انجز بقى، عايزين نشوف شوية فلوس حلوين. يا نهار متوحس، ده شوي عكاش. يا نهار اسود، ارجع ارجع يا باشا، هنروح فين؟ يلا يا نهار اسود ونيل. اركب يا باشا. في ايه؟ الراجل ده مخبر يا باشا، ده من منطقتنا، اسمه شوقي عكاشة. انت متأكدة من الكلام اللي انت بتقوليه؟ اه متأكدة. يلا يا باشا اطلع، والله العظيم هنروح في كلابوش، هنروح في كلابوش. ازاي؟ انا سالم هو اللي موصلني ليه؟ على فكره سالم ده هو اللي باعك. استحاله استحاله سالم يبيعني ولا يفكر، ده هو اصلا اللي بيحذرني. يا نهار اسود، شكل الحكومه مش عايزانا احنا، ده عايز الناس اللي فوقيني، عشان كده ما قبضوش على سالم.
عايزين البكره كلها تكر. يا نهار اسود، بكر ايه واخد ايه دلوقتي؟ اطلع يا باشا هنتكلبش، انا مش قد الحبس، انا مش قد الحبس. خلاص خلاص اطلع يا باشا، ابوس ايدك ابوس ايدك، يلا يا باشا خلاص اتكل على الله. بس نتاكد بس من ان شاء الله، اتكل على الله.